سلام الله عليكم أحبائنا في قناة المشاهد. استبعدت الدبلوماسية الإسبانية تأثر العلاقات مع المغرب سلبا بسبب وجود زعيم جبهة البوليزاريو إبراهيم غالي للعلاج في إسبانيا بعد تدهور وضعه الصحي نتيجة مرض كوفيد-19. وتعمل جمعية حقوقية على تحريك المتابعة ضد إبراهيم غالي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وفي هذا الصدد أوردت مصادر إعلامية متعددة يوم الخميس من الأسبوع الجاري وجود زعيم البوليزاريو إبراهيم غالي في مستشفى بمنطقة لوغرونيو شمال إسبانيا، حيث جرى نقله على وجه السرعة من الجزائر للعلاج من كوفيد-19، وكتبت عن دخوله بهوية وجواز سفر جزائري. واعترفت مصادر دبلوماسية إسبانية لجريدة البايس الدائعة الصيف يوم الجمعة بوجود إبراهيم غالي في إسبانيا، وتم جاء التأكيد الرسمي في تصريحات لوزيرة خارجية إسبانيا غونزاليت أرانشا لايا. وقالت الوزيرة في ردها على سؤال حول احتمال تدهور العلاقات مع المغرب بسبب وجود زعيم البوليزاريو في إسبانيا: هذه القضية لن تؤثر نهائيا على العلاقات المتينة مع المغرب. وتابعت: المغرب دولة صديقة وشريكة في مختلف القطاعات، وهذا لا يمنع من التزام حكومة مدريد بتعهداتها الإنسانية. وشددت الوزيرة على استمرار الرباط ومدريد في بحث تاريخ للقمة الثنائية. وكانت مدريد والرباط ستعقدان قمة خلال ديسمبر الماضي، لكن تأجلت بسبب الخلافات حول ملف الصحراء المغربية، لأن مدريد عارضت اعتراف الرئيس الأمريكي وقتها دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء. وجرى الحديث عن عقد القمة خلال فبراير الماضي ثم تأجلت مجددا، ولا يبدو في الوقت الراهن وجود تاريخ محدد لها. وفي أعقاب معرفة نقل إبراهيم غالي إلى إسبانيا، طالبت الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان من المحكمة الوطنية بمدريد فتح تحقيق حول الدعاوى التي رفعتها ضد زعيم البوليزاريو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ما بين سنتي 1976 و1987. واعتبر رئيس هذه الجمعية رمضان العربي في تصريحه لوكالة أوروبا بريس أن وجود إبراهيم غالي في إسبانيا مناسبة لفتح تحقيق معه حول الجرائم التي ارتكبها. وكانت مجموعة من الصحراويين قد تقدموا بدعاوى سنة 2016 ضد إبراهيم غالي و27 من المسؤولين الآخرين في البوليزاريو بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقبلت المحكمة الوطنية وقتها الدعوة واستدعت زعيم البوليزاريو الذي لم يحضر. وكان إبراهيم غالي سيشارك سنة 2016 في مؤتمر إسباني لدعم الجبهة انعقد في منطقة كاتالونيا المعروفة بتأييدها لجبهة البوليزاريو، لكنه في آخر المطاف تجنب الحضور تفاديا لاستدعائه من طرف القضاء الإسباني. وجرى تمديد التحقيق في هذا الملف سنة 2019، وكان مرتقبا حفظ التحقيق يوم 5 أغشت المقبل وفق القوانين الإسبانية، لكن وجود إبراهيم غالي في إسبانيا يفتح التحقيق على آفاق جديدة. المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.